شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كدايرين إخوان؟ بخير، نتمنى نلقاكم بصحة جيدة. اليوم الجمعة 11 فبراير 2020، كلفني بابا باش ناكلو الحمام لحقاش هو ناعس وعندو اليوم الجمعة، والبارح كان خدام وغادي يجي اليوم ما غيبقى. اليوم دابا اليوم بعدا دابا الساعات وشير يعني 10:30، لا بقى سهران بقى فايق حتى 10:30، فيعني ما غاديش يقدر يخدم في العشية، خصو ضروري ما يرتاح. وسميتو الله يسخر ليكم، يسخر ليكم ويسخر الجميع يا ربي، وسهل على كل شيء. مهم هذه الماكلة اللي غادي نعطي اللي غادي نعطيهم ديال الذكور ديال الإناث، هذه عزلها لي بابا ديال الذكور، وهذه ديال الإناث. سميتو حيت اليوم غادي نجمعوهم المطلق ديال الوالدية، وسميتو اليوم بابا خصو يمشي للمسجد، لذلك كلفني أنا باش غادي نعطي الحمام، خصنا نطلقو بعدا نتاوي، غادي نطلقوهم وغادي ندير لهم هاد الماكلة في المعيلفة ونعطيوهم الماء ملي هبطوا، وعاود نفس الطريقة غادي نديروها للذكور إن شاء الله. دابا غادي نخرجوا الإناث، غادي نطيروهم باش غادي نهبطوهم ونعطيوهم شوية ديال الماكلة اللي في البلاستيكة، نديروها لهم في المعيلفات، وديك الساعة نعطيوهم الماء ونديرو نفس الطريقة للذكور. غادي نخرجوهم دابا، اليوم شوية الجو مغيم، أماما ما شاء الله بقي. اللهم بارك وما تبارك الله، راهم طايرين مشاو شوية لهيها بعدو. ها هما اللهم بارك، ها هما الخوت، اللهم بارك. وتحياتي لعمي سمير، عمي جهاد، وعمي ناصر، وعمي الباشر ايضا، وعمي الحاج والحاج احمد، وعمي رضوان، والابن ديال الحاج احمد رضوان، والابن ديالو ايضا خالد، والابنه ديالو سلاميه نعم، وعمي يونس ايضا نرموك، والله يشافيه يا ربي يا ربي. المهم دابا هما الاناث طلقناهم في مشاو فاطمه الزهراء، شاف الاناث الحنبيعات. كل من يحب بابا، امين. دابا طلقنا الاناث باش يطيروا، وغادي نديروا لهم الماكله في المعيلفه كيف ما كتشوفوا. هذه الماكله عندي، هذه ديال الاناث وهذه ديال الذكور، عازلهم لي بابا في بلاستيك على حسب الكميه اللي غادي نعطيهم، خصنا ضروري ما نعطيهم شي كميه تكون غير قليله لحقاش ما عندناش عمل ديال الحمام، ولا عطيناهم شي كميه كثيره غادي يوقع لينا نفس المشكل ديال العام اللي فات، وبركه ديال العام اللي فات ديال اخر سباق، وبركه بركه ديما تتربحوش تخليو بابا، الله يعاونكم ويسهل على كل شيء. كنخليو شي هاد المره يربح مالو، عنده الدجاج ولا بيبي هو راه عنده الحمام، كما عند الحمام راه عندكم حتى نتوما الحمام، حتى هو تيشري حمام غالي، وخليه شويه يربح. وكنتمنى التوفيق لاي واحد ويسهل ربي على كل شيء. ودابا غادي نعطيهم هاد الماكله اللي عندنا هنا، هي هاد الماكله تقريبا غادي نديرو غير بحال هكا، هاد الكميه اللي عندنا هنايا، فهي فيها الدره حمراء وفيها شحال من حاجه هنايا. المهم غادي نديرو تقريبا غير هاد الكميه هنايا كافيه هم في كل معلفه. نديرو
كانوا غشوا دي كيمياء وغادي ايضا غادي نديروا لهم الماء المعادي غادي نعطيهم الماء المعادي وغادي نخليهم حتى يهبطوا ونفس يعني الطريقه غادي نديروها للذكور حتى هما غادي نطلقوهم يطيروا واحد شويه حتى يهبطوا وديك الساعه غادي نديروا لهم الماكله في الملفات مثلا غادي نعمروا الملفات غادي نديروا لهم الماكله في الملفات وسميتو ونعطيهم حتى هما الماء بنفس الطريقه لحقاش داك المره كان بابا عطاهم الكميه كثيره ديال الماكله وما كانوا شبعانين الحمام يعني ما كانوش ما كانوش متوقعين باش يجيو شبعانين حنا هاد المره نعطيهم غير شي كميه تكون قليله وتحياتي للجميع. المهم دابا كيف ما كتشوفوا درنا الماكله هنايا في المعلفات عملناهم كل مئلفه درنا فيها بحال هكا شي شويه شي شويه. دابا غادي نديرو الماء غادي نديرو في سميتو في الشرابه جوج عطرو ديال الماء عادي وغادي نديرو في الداخل ديال السجنه وغادي نسدوها غادي نسدوها نخليو الحمام حتى يهبط حتى ياكل ويشبع يبان لينا الحمام شبع وكلا بسهله وعاد ديك الساعه غادي نحلو لهم السجنه ونخليهم يدخلوا يشربوا يشربوا الماكله يشربوا الماء عشان كتبغيت نقول لكم باش غادي يشربوا الماء غادي نهزوا دابا الماء وغادي نديروه غادي ندخلوه في السجنه لداخل وغادي نسدو السجنه كيف ما كنشوفوا دابا درنا هنايا الشرابه درناها في الداخل ديال السجنه غادي نسدو السجنه الباب كيف تعكس وغادي نخرجوا دابا نسدو هذا الباب على برا وصافي غادي نخليو كيف ما كتشوفوا يدي البلاستيك الثاني اللي غادي نعطيو للديكور غادي نسدو دابا السجنه وغادي نتسناو الحمام مازال كيطير الحمام مازال كيطير فينا هو قبيله مشى جي دي حين بيعات تقريبا بقى شي 5 ديال الدقائق بقى كيدور في داك الجهه تما بقى شي تقريبا شي 5 دقائق هو كيدور في ديك الجهه وكنبغي نوجه ديما التحيه للجمعيه بعدا السلاويه والتحيه ديما كنبغي نوجهها لعمي جهاد وعمي سمير وعمي ناصر وايضا عمي الباشير وعمي خالد والاخ ديال عمي خالد حتى هو عمي هشام والحاج احمد هما الاناث هما الاناث تبارك الله جاوا من حنبيعات شويه اليوم الجو مغيم شويه اليوم الجو مغيم وايضا عمي الحاج احمد والابن ديالو عمي رضوان والابن ديالو ايضا عمي خالد وعاد سلاميه الابنه ديالو وعمي يونس الرموك الله يشافيه يا ربي وكل من يحب الاب ديالي بابا وتحياتي للجميع. دابا الحمام تقريبا هذه ساعه هما كيطيروا دابا غادي نخليهم يدخلوا وياكلوا الماكله غادي نبقاو شويه بعدين عليهم باش ما يتخلعوش. الحمد لله دابا الحمام كله دخل هم دابا شي ياكلوا تقريبا الماكله والماكله كلها حيت خصهم ياكلوا غير شي شويه كيف ما قلنا من قبل باش يقدروا يعني يجيو يكونوا خفافين حتى باش يكونوا جايين يكونوا خفاف. دابا يكملوا كلشي وغادي نحلوا لهم السجنه تما يشربوا ونطلقوا عاد فاش نبغوا نطلقوا الدكور. كما كتشوفوا دابا من بعد ما سالوا الاناث كلاو حتى شبعوا كلاو كلشي بقى والو هنايا في الانفات دخلناهم السجنه دابا هما كيشربوا غادي دابا غادي نطلقوا الدكور غادي نديروا لهم نفس الطريقه اللي درنا الاناث نطلقوهم يطيروا ومن بعد غادي نعطيهم الماكله ياكلوها ديك الساعه عاد سميتو عاد ديك الساعه نعطيهم الماء حتى هما نخشوه نديروا لهم هنايا في السجنه.
هما الذكور تيطيرو هنايا، غادي نتسناهم عاوتاني يطيرو تقريبا الإناث شي ساعة وربع هما تيطيرو، الإناث ساعة وربع. دابا غادي نخليو الذكور يطيرو حتى هما حتى يهبطو، نكونو حنا كدينا ليهم الما وكدينا ليهم الماكلة، غير يهبطو ياكلو ونحطو ليهم الما كساعة من مورا ما ياكلو، ساعة غادي يهبطو إن شاء الله. دابا الحمام تقريبا كله دخل، راهم كلاو الماكله كلها. دابا غادي نعطيهم الماء نتاوي راسابو الماء، غادي نعمرو عاود الشرابه وغادي نحطوها لهم هنايا يشربوا. كما كتشوفوا دابا عطيناهم الماء وكلاو الماكله. ولاد المهمه اللي قال لنا بابا حتى اللي قال لي بابا تقريبا الماء هو ما يعادل حتى ماشي ساعة وربع هما باش كيطيرو. دابا هادشي كلو استعدادا المطلق الوالدية، استعدادا المطلق الوالدية اللي حوالي 250 كيلومتر. وتحياتي لكم جميعا، والله يفرحكم ويفرح بابا حتى هو، وسهل عليه وسهل الجميع يا ربي. وكيفما أيضا تحياتي للجميع، السلام عليكم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.